جيم لسه منزلين اوبشن فايل ما كملناش يومين ثلاثه، ولكن في ناس كتير اشتكت ان في بعض الانتقالات مش محدثه في الدوري الايطالي، وكمان ناس ما عرفتش تحمل من اللينكات. فالنهارده قررنا احنا نحل كل المشاكل دي باوبشن فايل خرافي جدا لباتش بيس بروفيشنال، تقدر تحمله من لينك هسيبه لك في الديسكريبشن بحجم 5 ميجا بايت فقط، بحدث جميع الانتقالات دوري مصري دوري انجليزي والدوريات الخمسه الكبرى وكل الدوريات ان شاء الله. يلا بينا نبدا نحمل اوبشن فايل وكمان نسطبه على اللعبه ونبدا نستعرض الانتقالات. وكمان الاوبشن فايل ده بيزيل اللعيبه المكررين وبيحدث طاقات اللاعبين لاحدث تحديث لبيس 2023، وكمان بيضيف خطط كاس العالم بتاعه قطر 2023. كل ده في اوبشن فايل النهارده. قبل ما تحمل اوبشن فايل ده ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان القناه داخلين دلوقتي على 1500 سبسكرايبر، عايزين نوصل قبل نهايه السنه. يلا بينا نبدا في تركيب الاوبشن فايل. اول حاجه هيكون عندك الملف ده بعد ما تحمله اسمه نيو اوبشن فايل، هتبدا تضغط عليه كليك يمين وهتعمل اكستراكت هير. هيطلع معاك ملف اسمه نيو اوبشن فايل، هتبدا تفتحه وهتيجي عند برو ايفولوشن سكور وهتاخدها كوبي. خطأ كبير جدا، ناس كتير بتعمل سند 2، ده لو كان ملف كونامي على طول بتعمل سند 2، ولكن ده مش ملف كونامي، ده بيتحطه جوه ملف كونامي. فهتاخده كوبي ببساطة وهتروح على الدوكيمنت وهتروح على كونامي وهتعمل بيست وهتوقف الاستبدال. كده انت حدثت الانتقالات بتاعتك. يلا بينا نستعرض الانتقالات ونستعرض الخطط ونستعرض كل حاجة. يلا بينا نبدأ بأول حاجة ونستعرض الخطط. يلا بينا نشوف الانتقالات ونستعرض كل حاجة. يعني هنستعرض شوية انتقالات، مثلا ده هنستعرض شوية من الدوري الانجليزي وشوية من الدوري الايطالي، وكمان هنستعرض الدوري المصري بإذن الله. اولا تعالوا نستعرض نادي ارسنال. انتقالات نادي ارسنال، ضموا حديثا اللاعب جابريال خيسوس وكمان ضموا اللاعب زينشينكو، دي انتقالات نادي ارسنال. تعالوا نعرف انتقالات نادي سيتي وليفربول وبعد كده ننتقل للدوري الايطالي. تعالوا نعرف انتقالات نادي ليفربول. اولا عندنا فابيو كارفيليو وكمان معانا اللاعب داروين نونيز وهارفي اليوت، الثلاث انتقالات بتوع ليفربول موجودين في الاوبشن فايل. تعالوا برضو نستعرض نادي ارسنال، نستعرض نادي سيتي، وكمان عندنا اهم انتقال، انتقال ايرلينج هالاند وكمان انتقال الفريز. ونيجي الدوري الايطالي اللي الناس كتير اشتكت منه في الاوبشن فايل السابق، تم تحديث جميع الانتقالات في الاوبشن فايل. تعال نستعرض الانتر. الصراحه انا مش متابع الدوري الايطالي قوي، بس دي الانتقالات. وكمان عندنا روميلو لوكاكو في الدوري الايطالي، وكمان عندنا اللاعب باولو ديبالا في روما. تعال نستعرض شويه كده من الدوري الاسباني ونبدا ببرشلونه. عندنا الانتقالات برشلونه كتير، فنبدا بليفاندوسكي، وكمان عندنا كوندي، وعندنا اللاعب اللي مش هقول اسمه، وكمان عندنا رافينيا، ماركو الونسو، وهيكتور برلين، وانطوان كريستنسن، واللعيبه الشباب بابلو توري وبالدي. يلا بينا بقى نستعرض ريال مدريد. ريال مدريد انتقلت ما كانتش كتير، عندنا اللاعب تشاوميني. ملحوظه مهمه جدا، الاوشن فايل ده تم حذف كريستيانو رونالدو من فريق مانشستر يونايتد، يعني لو جيت تلعب مانشستر يونايتد مش هتلاقي كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو اللي عايز تلعب بيه تروح تلعب بيه منتخب البرتغال. دي كانت ملحوظه مهمه عشان ممكن الناس ما تاخدش بالها. لو جينا عند البوندز ليجا هندور على نادي بايرن ميونخ، عندنا ساني، وتعالوا ندور على ساديو ماني. ساديو ماني، وكمان اللاعب ماتياس دي ليخت. يلا بقى نستعرض الدوري المصري اللي اغلبكم متحمسين ليه. عندنا في الدوري المصري برونو سافيو. سيبكم من الاوجه، الاوبشن فايل مش بيحدث الاوجه، ولكن الاوجه هتكون موجوده ان شاء الله في الابديت القادم بتاعنا، ولكن انا شغال بباتش بروفيشنال فقط تمام من غير اي تحديثات عشان اوريكم الاوبشن فايل لوحده. محمد محمود، رامي ربيعه، ومحمد فخري، مصطفى شوبير، اكرم توفيق، ومحمد عبد المنعم، وكريم فؤاد، ومحمد مجدي، وبرستاو،
روي حسام حسن واحمد عبد القادر. ان شاء الله ما فيش ولا غلطه في الاوبشن ده، في الاوبشن فايل هتلاقوه كمان عوده كهربا للنادي الاهلي. تعال نشوف النادي الزمالك، عندنا مصطفى الزناري وعندنا محمود الونش وعبد الله جمعه ومجدي هاني وزيزو ويوسف اوباما وابراهيم يوسف ابراهيم اوباما وزكريا، وكمان عندنا محمد عبد الغني وعبد الله شريف وعبد الفتوح أوي امام عاشور وشيكابالا وابراهيم النضاي ومحمد صبحي وعواد وايمن حفني وسيف الجزيري. كل الانتقالات زي ما انتم شايفين قدامكم اهي، مفيش اي حاجه مخبيه عليكم. كل الانتقالات حتى مصطفى الشلب اهو بالوجه بتاعه، كل انتقالات محدثه. اتمنى انكم تتحملوا اوبشن فايل حجمه بسيط، هيحدث لك من الانتقالات بتاعه باتش بروفيشنال. وملحوظه مهمه جدا، ما تحملش الاوبشن فايل ده لو انت باتش تاني، لانه ممكن يلعب شويه في الانتقالات، ممكن يشتغل مع باتشات تانية، مثلا باتش ممكن يشتغل مع باتش وورلد ما جربتش، ولكن ممكن يشتغل وممكن ما يشتغلش. دي ملحوظه مهمه جدا. وكده نكون خلصنا فيديو النهارده، يا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب. والله